بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنسلق اللحمة، كيلو من اللحمة أنا بحب أسلقها في البريسكو عشان ما بتاخدش ساعة على النار. هستنى بقى لما أطلع الريم وبعد كده احط التوابل والبصل دلوقتي بنشيل الريم من اللحمه، كلنا عارفين الخطوه دي، بس انا قلت اسرع واجيب ايه اخر دقيقه كده وانا بشيل الريم. وبعدين دلوقتي هنحط البصل والطماطم والجزر. طب فين التوابل؟ التوابل ورق لورا، فلفل اسود، توابل لحمه، معلقه السكر والحبهان، احطهم مع اللحمه واسيبها بقى ساعه ان شاء الله تكون استوت. اللحمه حبايبي استوت اهي، قعدت ساعه بالظبط في البريستو. طيب هعمل لها صلصه حلوه قوي. بجيب فصين ثوم في السمنه يصفروا والريحه الحلوه تطلع، وأقلب هياخد لون كده وريحة حلوة. أحط التوابل بتاعتي ورشة رشة كمون والملح. دي كمان هحط ودي ريحة طعم في منتهى الجمال. بحط فلفل حامي مع الثوم والصلصه والتوابل، هقلب تقليبتين وانزل بالطماطم. هقلب تقليبتين واسيبها تتسبك شويه وانزل باللحمه واحط عليها كبشتين مرق. خلاص الصلصه بتاعتي اتسبكت، ثوم قلبته مع معلقه سمنه، ولما اصفر حطيت الفلفل ومعلقه صلصه والطماطم، خلاص اتسبكت. طيب اعمل ايه بقى؟ انزل باللحمه بتاعتي اللي اتسلقت سوا كامل، يعني مسلوقه 90 لا 100%، اللحمه لازم تبقى ايه مستويه. هنزلها الصلصه وبعدين اديها كبشتين مرقه تاخد وتدي مع بعض كده وتاخد من طعم الصلصه الحلو ده. وطبعا اللحمه لما استوت في البريست استوت خالص، رحت حاطه معلقتين من الملح عشان ما انساش الملح، لو نسيت الملح الاكل تلاقي ملوش طعم، فالملح بحطه اخر حاجه بعد اللحمه ما بتستوي. بحط كبشتين من المرقه وهسيبهم بقى ايه يستووا مفيش غلوتين مع بعض، وبعد كده احطهم في الشوايه ياخدوا لونهم.